بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي وإخواني الأعزاء أينما كنتم. دائما أقول متابعي وإخواني لأني معتبركم إخوة في الله، والله العالم على ما أقول وشاهد على ما أقول. كنت تحدثت لكم في الفيديو السابق عن بعض الأمور التي يجب أن نتيقن منها في علم التأويل والرؤى. سأتحدث لكم اليوم إخواني الكرام عن 5 رموز مهمة جدا، 5 علامات تؤكد لك أن رؤياك صدق إذا توفرت على الأقل 3 من هذه الرموز، فاعلم أن ما ترى فيه حقيقة. إذا لم يتوفر أي شيء من هذه الرموز فاترك عليك الموضوع واشتغل بأمر يهمك وينفعك في دينك ويعني ودنياك وعاقبة أمرك. أقول لك الحقيقة من الآخر كي أحوصل لكم إخواني الكرام، لأني أنا أرى نسبة كبيرة من الناس أصبحت مهووسة بهذه الأمور، من قناة لقناة، من مفسر لمفسر، ترهق زوجها، ترهق أبوها، تأخذ لها كارت فيزا وهي من مكان إلى مكان، لا يرضيها هذا ولا يرضيها هذه ولا ترضيها هذه، هذا أحسن، أنت أحسن مفسر، كله كذب، على نعيش في دوامة الشك. سأعطيك 5 رموز فيها يعني وعلامات بإذن الله السميع العليم، وفيها أحاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد لك أن رؤياك حق. إذا لم تجد هذا فانصرف عن الأمر وقل ربي يعطيك ما هو أفضل ويصرف عنك هذه الأوهام. من علامات الرؤية الصالحة إخواني الكرام أنها لا يوجد فيها أي مفاسد. الرؤية الصادقة والصالحة لا تأتي بمفاسد أبدا، كالجماع، كعمل اللواط الغير يعني أشياء مثل هذه يعني وتستوجب غسلا من الإنسان. هذا أول باب، المفاسد بأنواعها، لأن كل شيء فيه يعني شيء من المفاسد فاعلم أن الشيطان قد يكون تدخل فيه بنسبة 98 و99%. النقطة الثانية أن يكون الرأي صادق مع نفسه ومع الناس، الرأي يكون صادق. وأنا أرى اليوم إخواني الكرام نسبة كبيرة من الناس لا تصدق، أنا عارف لكن لا أريد أن أحرج أحد، وأعرف أن الناس لا تريد الحق، كأنه يعني في محكمة سيحكم عليه بالإعدام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديث. هذا رسول الله، لم أنطق أنا، لم أتكلم أنا. فهذه هي العلامة الثانية إخواني الكرام، أن الرؤيا يعني العلامة الثالثة لا ينسى منها شيء، الإنسان لا ينسى من رؤياه شيء، تكون واضحة يعني وضوح الشمس عند شروقها، يعني تراها بحذافرها. وأيضا إخواني الكرام الرؤيا عندما يعني تراها وأنت عمرك 5 سنوات تتذكرها وعمرك 40 أو 50 سنة كما هي بحذافرها، وساعة على ساعة تكون في راحة في بيتك في صلاة تتذكرها، تأتي على بالك هذه الرؤية، فاعلم أنها حق، ستتحقق بإذن الله. تكرار الموضوع هي العلامة الرابعة، تكرار الرؤية باستمرار عليك في المنام، ترى مسجد يتكرر عليك يتكرر عليك. وعندي أخ هو ممكن يتابعني الآن يعرف أن رؤاه حق، يعني يتكرر عليه الشيء ويصبح الشيء باليقين، فقد تقع أشياء رآها في المنام وتقع في الحقيقة، لكن الرؤية تتكرر 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 باستمرار، فأكيد فيها رسالة. سيأتي وقت والله سبحانه وتعالى يأذن ويشرح له هذه الرسالة إذا هو لم يفهمها، طبيعي جدا، فإن ديننا دين يسر وليس دين عسر. العلامة الخامسة إخواني الكرام قد يراها كثير من الناس الصادقين، الإحساس عندما تفيق يعني من منامك أنك تحس بشعور قوي، يعني شعور أنك من كثر من هول ما رأيت تبكي، يعني ليس هول عذاب، يعني من كثرة نعيم يعني ما رأيته لا تصدق أن الله سيجازيك بهذا، تبكي أو تفرح أو تنفجر ضحكا وتحس إحساس ليس عاديا، تحس أنك ستطير، يعني لست مع هذه البشر أصلا تعيش. ثم إخواني الكرام من الرؤى الصادقة هي نفس العلامة أن عندما يفيق الإنسان فيما يعني من منامه في الصباح مثلا يرى نفسه يأكل عسلا أو يأكل زبيب أو يجد الطعم في فمه أو يشم ريحة، مثلا يقول لك الحناء، تكلمنا عن الحناء أنها من الشياطين وكذا، لكن ترى حناء ولا تقع فيه، ترى أنك تحني، تفيق تحس رائحة الحناء في أنفك، فهذه رؤيا حق بإذن الله السميع العليم. هكذا إخواني الكرام أكون قد حوصلت لكم العلامات 5، لا سادس لهم بإذن الله، ولا يوجد يعني أي شك في هذا الموضوع بإذن الله. من شاء فليؤمن، من شاء فلا يؤمن، هو حر في نفسه، كل واحد حر إخواني الكرام. أنا هكذا معاملتي مع الناس لأني أتكلم بما في قلبي وما أراه صالحا بإذن الله لي ولأمتي الإسلام بإذن الله السميع العليم، لا أنافق
ولا أعمل بروتوكولات ولا أعمل فيها يعني شيء وشخصية وملابس وعطر وكذا ومكياج قبل البث أو غير هذا كله، لا يمشي معي، خليني على طبيعتي، أسير على دبة النملة، والله هو الرزاق، هو يعني ولي الذي يعني يرزقني في الدنيا والآخرة إن شاء الله السميع العليم. أتمنى لكم السعادة والخير، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.